لقينا دري قصيرة حاملة. هالشي تيخلع اللي كانت هاد البنية عندها 17 عام وتيعطوه البوفة وتيعطوه يخدروها باش يمارسوا معاها حشومة. لقيتها حاملة. حاملة. ديتها عند الطبيبة قلت ليها قولي لي شكون اللي يعني اللي دار لك هذه الحالة. بقات ساكتة قالت لي انا ما فهمتي ما كنعرف حتى شي واحد ما دار لي حتى شي واحد. قلت لها قولي لي ما تخافيش. قالت لي ماما راه كيهدوني. الا قلت لك راه كيهدوني. قالوا لي انايا غنجروا عليكم من ديك الدار وهما راه عصابة. المشكل واحد البنية من منطقة الرحمة. اتصلوا بنا الاخوان جينا شفناها لقينا دري قصيرة حاملة. جينا المستشفى حي الحسني دخلنا ليه باش يديرنا واحد التوجيه. نمشيو للمستشفى الجامعي باش نشوفوا واخا الوريقات واش هاك الشيء كاين ولا ما كاينش. ان الام ديالها جات ورق بريفي ولكن باش نبنيو الوراق يكونوا صحيح يكون هاك الشيء مضبوط خاصنا ناخذوا معلومات كون. جينا المستشفى درنا توجيه المستشفى الجامعي. حنا تنتواجدوا دابا في شي حوايج اللي ما عمرنا شفناهم. ان دري قصيره وتيستغلوها حامله وتيديروا عطاها البوفا المخطيات. هادشي تيخلع اللي كانت هاد البنية عندها 17 عام وتيعطوها البوفا وتيعطوها يخدروها باش يمارسوا معاها حشومة. وحنا تنطلبوا من رئيس منطقة الرحمة عرفنا النزاهة اللي كاينة في الناس ديال الأمن باش يدخلوا ياخذوا لهاد البنية حقها ما تضيعش الدرية. الدريه باش ما كانت ما تضيعش ونطلبوا من النيابه العامه تاخذ لها حقها. حنا طلبات ما تنقولش نتهموا شي واحد تنطلبوا تحقيق وعندنا الصور. واش نعرفوا حس المشكل بالضبط الام ديالها؟ نعطي الام ديالها باش تشرح لينا من بعد نرجعوا لك. السلام عليكم اخويا. انا كيفاش وقع بالضبط؟ كيفاش بدا هذا المشكل اصلا؟ هذا المشكل انا بنتي كانت كتخرج كتقول لي غنخرج مع البنات كنقول لها واخا. كتعطل عليا مع ديك الوحده كتجي حتى ل 12 كنبدا نخرج نقلب عليها في البلاصه فين كنا كنسكنوا. غير في الدرب تما البلاصه فين كنت كنسكن كنخرج كنقلب عليها. ما كنلقى لها حتى شي اثار. حتى كتجي حتى كندخل للدار وهذه انا واختها ملي كنت مداخله عاد باش كنتفاجئ انها كتجي عندي ماشي يعني بنتي ماشي في الوعي ديالها كتجي عندي بعد العصا ومخضره وكنشوف فهمتي يعني كنشوف عليها اثر الاعتداء ولكن ما كتعترفش ليا ما كتقولش ليا. وكان كيعتدي على واحد السيد كيتعدى عليها وملي كنقول ليها قولي ليا شي ضرب ولا شنو كنلقى الضرب في لحمها وكنلقى لحمها كله زرق ملي كتسولها كتقول ليا لا ما ضربني حتى شي واحد ما كيقولش ليا. انا اختها واحد النهار صغيره قالت لي ماما ضربها واحد الدري. قال ليها علاش كتمشي تقولي لامك وكتقولي لداركم بلا انا كنضربك ولا كنعطيك مخدرات. ولات الدريه كتخاف ما كتقولي حتى شي حاجه. الدريه انا ما كتقولي حتى شي حاجه لحد الان ما كتقولي حتى شي حاجه. كتبقى ساكته كتقول لي ملي كنلقاها زرقاء كنقول لها ما كتقول لي طحت. الحمى كله كنلقاه زرقاء كنلقى فيه الحبوب. بالنسبه للوضع الصحي ديال البنت لا ماشي فهمتي الوضع الصحي ديالها ماشي حتى لهي. الدريه فهمتي الدريه خاصها تعالج بطبيب نفساني يشوفها. الدريه بحال مختله ما كاملاش فهمتي ذوي الاحتياجات ناقصه في العقل. ما كتقول لي حتى شي حاجه. هذه كانت كتبان لكم بهذا الضرب والجرح من بعد ملي اكتشفت بنتي واحد النهار جات في الليل بقات كترد. بقيت كنشوف الحاله ديالها قلت لها مالك. قالت لي كيضرني كرشي كيضرني راسي. التجأت درت لها داك التاكس غروسيس لقيتها بوزيتيف لقيتها حامله. حامله. ديتها عند الطبيبه قلت لها قولي لي شكون اللي يعني اللي دار لك هذه الحاله. بقات ساكته قالت لي انا ما فهمتي ما كنعرف حتى شي واحد ما دار لي حتى شي واحد. قلت لها قولي لي ما تخافيش. قالت لي ماما راه كيهدوني. الا قلت لك راه كيهدوني. قالوا لي انايا غنجروا عليكم من ديك الدار وهما راه عصابه. ملي قلت ليها قولي قالت لي واحد النهار هي تداك خمو للدار اللي كاريه عنده قالت لي راه واحد النهار تسخر ليا وكتمشي لعندو قالت لك البلاصه اللي خدام فيها ولا انا ماشي ما شفتوش. المهم قالت لي كان كيجي لعندي جا عندها شي نهار وتسخر ليها ونيت خو قالها ليا. قال لي قولي لبنتك المره الجايه ما تبقاش زعما كتصر على خويا وتقول لي تسخر ليا. ملي جيت فهمتي يعني هضرت معاها وقلت لها قولي شنو كاين. بقيت معاها بالسياسه اكتشفت عندها شي تصاور هزيتهم من الكونت ديال الفيسبوك ديالها شي تصاور مع شي واحد كدير ليا البوفو وفهمتي مخدرات كدير ليا وياه وكتجي عندي الدريه بلا وعي ديالها كتجي عندي للدار. العمر ديالها شحال؟ عندها 17 عام دابا. وهذاك الشخص اللي معاه في الصور وداك الشيء كدير
ما نقدرش نقدر لاج ديالو واقيلا 18. هذوك الصور اللي عندك واش كنت معاه هذاك الشخص كدير ليه البوفو ولا غير بوحدها؟ لا كيعطيها هما كيعطيوها هي حد الدريه ما كتعقلش على داكشي اللي كيوقع لها فهمتي؟ كيعطيوها هذوك المواد باش يمارسوا عليها. ما كتعقلش كيمارسوا عليها كيمارسوا عليها. واش واحد اللي موت اللي كت الواحد ولا هما مجموعه اللي كيمارسوا عليها؟ ما نقدرش نقول لك هي لحد الان دابا ملي كنقولها وليا كتقول لي ماما وما راه عصابه ماما راه كيبيعوا البوفا ماما كيبيعوا المخدرات كتقول لي انا ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه ودابا انا حاليا انا داك الدوار فين ساكنه راه ما كنمشيش ليه انا بغيت غير حوايجي وبغيت الوراق ديالي ديال بناتي راه ما كنمشيش لذاك الدوار دابا ملي عرفوا شو جاتي الطبيبه واكتشفت هذا الامر هذا بغاو يخبوا فهمتي اكيد تهدوا عليا اكيد راح مول الدار بعدا حوايجي مابغاش يعطيهم ليا مول الدار سد لي على حوايجي وجرى عليا ملي عرف بنتي حامله جرى عليا مع الوحده ديال الصباح لا انا لا بنتي قال لي خرجوا منه هجموا عليا هو خوته اختو اختي قلت لي واحد قال لك سيري في جري جراك باش معني باش قال لي انا خدام مع البوليس فاش واش بوليسي لا ماشي بوليسي لا قال لي سيري جري جراك جيبي شوف تي في سيري اللي بغيتي هذه الهضره اللي قال لي ما قدرش نمشي لرجال الامن ديال اسمح لي اختي نقول لك واحد الكلمه الناس ديال الامن حنا الثقه تامه في الناس ديال الامن وهذا السيد اللي قال لك شاع ياخذ العقوبه ديالو هاد الناس ديال الامن ماشي برك انت لعبه ما ندخلوش في التخصص ديالهم عيجري بحث وهذا السيد حنا شفنا الصور عاطي الدريه البوفا واش عندنا ما يثبت في هاد المسائل كلها وغناخذوا الصور وغنعطيو الناس ديال الامن ان هاد الشيء خصنا نحاربوهم علاش وليداتنا كيضيعوا الدريه قاصره حامله عباد الله هادشي ما خصناش نسكتوا عليه والحرق ديال الكارو وكشي اللي شفنا راه والله العظيم والله ما بقيت قديت ندوينا بالله الكارو مفروغ ليها ماشي فرج ليها وفي كل شيء فرج ليها كيمارسوا جميع الانواع التعذيب كيمارسوا لا كيتعداو عليها ما نكذبش لا كيديروا ليها حاجه بحال شي كلبه كيتعداو عليها مزيان وكيصيفطوها للدار وما كتقدر تقول لي حتى شي حاجه الدريه ملي كتجي كنلقاها بعد مرات فيها الدم في لحمها كنلقاها كنقول لها ماك واحد الخطره ضربات في راسها ما قالتهاش ليا هي قالوها ليا غير الناس قالوا ليا واحد السيده قالت ليا هذاك الدري شاد عصا قالت ليا وشو كيخبط في بنتك قالت لي حاجه بحال شي كلبه قالت لي كيضرب فيها وما قدرتش تقول لك قالت لي وما قالت لك والو لا ما قالت لي حتى حاجه ملي كنقول لها علاش كتقول لي لا كنخاف منهم علاش ما تقدمتي في شكاية المصلحة ديال الأمن شحال هذي بأنه الدرية كتعرض للضرب من هاد القابير وشي حاجة بحال هكا ما كتبغيش تقول لي كتقول لي ماما كنخاف دابا الدرية قالت لي حيت غادي نخرج قالت لي غادي نخرج وغادي تلقاو ليا وهذاك الدري اللي كانت معاه كيقول لها ديري شي حاجة دابا الأعراض تاع الحمل هذا حتى هي ما غاديش نلاحظها فهمتي لحقاش أنا كتجي كتبدل بوحدها ما كنشوفش على درجة الحمام ما كتبغيش تمشي معايا ليه باش ما نشوفش هذاك الشيء اللي في الحمام ما نشوفوش انا حتى لاحظت انها كتقيه بزاف وراسها كيضرها شنو الرساله ديالك دابا انا الرساله ديالي من رجال الامن وسي الحمو جي ياخذوا لي حق هذه البنت هادشي اللي كنطلب وكنطلب من السلطات يديروا لي حل مع داك السيد مول الدار يعطيني غير حوايجي مشي بحالي ما بغاش يعطيني حوايج لا اوراقي لا حوايجي كلشي تما كيهددني كيقول لي الا جيتي لعندي راه مرتي غطيح حامله ونصيفطكم للحبس وانا دابا في الزنقه انا وبناتي وانا سيد كنبقى ندير الواجبات ديالو كنخلصو في الكرا وما عرفتش علاش دار ليا بحال هكا انا بغيت نعرف السبب علاش دار بحال هكا ملي عرف بنتي حامله الشرقاوي دابا هذا المشكل اللي كاين دابا تنشوفو جوج افيرات كاينين في هذا حنا الافير اللي كنشوفو هو الحق ديال البنيه خصنا ناخذو الحق ديال الدريه يفسدنا شي حاجه ان هاد الدريه 17 عام 17 سنه واصله لهذا الشيء حشومه باش يعطوه المخدرات ويعطوه البوف ويعطوه هادشي حنا تنطلب من رئيس منطقه الرحمه ولي الامن ديال الدار البيضاء باش ياخذ لهاد السيده حقها سي الحمو راه مع باين الصوره اي واحد دار شي حاجه كان السلطه كان الامن في البلاد ياخذ لهاد البنيه الحق ديالها عيب لها الحق ديالها وتنشكروا الناس ديال الامن ديال الرحمه ماشي تنقولوا شي حاجه راه تيتعاملوا معنا في شي حويجات لا يجازهم بخير ياخذ لهاد البنيه حقها هادشي اللي وصل لواحد الرساله. تجازوا دابا المستشفى لاجل ماذا؟ خدنا واحد التوجيه باش نصيفطوا المستشفى الجامعي. اختصاص طبيب شرعي باش يشوف هاك البنيه واش كاين هاك الشيء حنا باقي ما تنقولوش كاين واخا حنا يا ابن العلم مجرد دابا تبين لهم انه الدنيا راه كاينه كاين هادشي ما يثبت كاين اثار كاين عندنا مينوغرافي ديال الفازه ديال الحماله كاين اثار في الجسد ديالها كاين حنا شفنا صور كاين بزاف الحوايج تاع وكاين صور حنا نلوحوا مع الصور اللي كاينين عندنا ما يمكنش نلوحوهم. اذا توجه الرساله ديالك حسن للناس المسؤولين لا بالنسبه لرئاسه النيابه العامه ولا كذلك المصالح الامنيه. حنا تنوصلوا الرساله للناس ديال الامن والنيابه العامه باش تاخذ هذه البنيه الحق ديالها. اذا كانوا هاد الوليدات ولادنا تندافعوا عليهم وتناضلوا عليهم ياخذوا الوليدات حقهم. ما يبقاش اي واحد تعنف على شي دري يديروا ليه مخرج.
سالينا هادي هي الهضره اللي تنقولها انا. اي واحد تكرفس على شي ولد تاخذ فيه الاجراءات القانونيه. كل نهار تنسمعوا حاله، كل نهار تنسمعوا حاله، كل نهار هادشي بزاف. هادشي كثر اكثريه في منطقه الرحمه. بالنسبه لديال الناس هاد السبيطات اكثر من اللي شافوا. انا ليميت ليميت تنشكرهم هذا. دابا والله العظيم طلعت الفوق وهودت معايا قابله وهودت لتحت وهودت عند ليميت سان دوكار. شافوها قات فيهم، قالت الدريه ما خشاش. شوفوا 17 عام و17 عام. واش الحاله الله ياخذ فيهم الحق، هادشي اللي تنقولوا الله ياخذ فيهم الحق. الله ياخذ فيهم الحق.